ايرز. ده اتجننت ولا ايه؟ هو ده التنمر، بس ده تنمر لذيذ. كويتية طلع برا مصر كانت لابسة تايجر ولا ايه؟ انا جوزي من عين شمس. عيب يا عم. ليه سميته اسماعيل؟ انا حلمت ان شريف جوزي بيديني سلسله مكتوب عليها اسماعيل. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مسميه اسماعيل على اسم سيدنا اسماعيل. هقول لكم غير ان انا لعيب الجله. يعني ايه جله؟ قسما بالله ما اعرف. احنا عايزين نعيد الحته دي هنا عشان محمد امام. تكريت سلاح والديناميت. استحاله استحاله، لان عمري ما هلبس تايجر. ويزو، فخامه الاسم تكفي.